أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مثقفين وكانوا يصرون على الخنس العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم لآكلون من شجر من زقوم لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين
ala an nubatila amsalakum wa nungsiakum fi ma la ta'lamun wa laqad 'alimtumun nas'atal ula falaula tadhakkarun afara'aytum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un law nasha'u laja'alnahu khutaman fadatum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum ansaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munsilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun afara'aytumun nara allati turun a antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin fasabbih bismi rabbikal 'adhim fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adhim innahu laqur'anun karim fi kitabim makhnun la yamassuhu illal mutahharun تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.